السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم تنوير. لازلنا معكم لتفنيد هذه الشبهات التي تثار حول الإسلام العظيم وحول أئمة أهل الإسلام في كل مكان. في هذا التوقيت وفي ظل هذه الأوبئة التي بدأت في الانتشار منذ شهر ديسمبر الماضي في والذي بدأ في مقاطعة يوهان الصينية حول فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي في الحقيقة أثر تأثير كبير جدا على الأوضاع في مختلف دول العالم، الذي أصاب كل يعني حتى أصحاب الأموال، أصحاب السلطان، الملوك، الرؤساء، السفراء، الوزراء، خوف وهلع، يصيب الكثيرين أو يصيب الكثير من الناس. في البداية قبل أن أبدأ الحديث مع ضيف الكريم وما نتناوله هذه الحلقة، أود أن أبث رسالة طمأنينة لكل أهلنا وكل إخواننا وأخواتنا، كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، توكل على الله، خذ بالأسباب وتوكل على الله، عمرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الأعمار مكتوبة، المقادير مكتوبة، خذ بالأسباب ولا تجعل الهلع والذعر يصيبك، لأن عمرك بيد الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. شبهات كثيرة يتكلم عنها الناس لا سيما في ظل هذه الأحداث. أيوة عم الشيخ بتقول توكلوا على الله، طب فين الأخذ بالأسباب؟ لا، إحنا بنقول الأخذ بالأسباب لا يتنافى أبدا مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالأسباب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تداووا يا عباد الله، أو يا عباد الله تداووا، ليؤكد على أن الدواء أخذ بالأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد بضيف كريم في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور خالد عبد المنعم، مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا دكتور. مرحبا بك يا دكتور أحمد. الله يحفظك. وبالسادة المشاهدين وبالقناة والقائمين عليها، فهي دائما كانت حصنا حصينا للسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها للزود عن السنة النبوية المشرفة. اللهم آمين. رفع الله قدرك دكتور خالد وشرفنا بك. دكتور خالد، احنا بنتكلم في مسألة مهمة للغاية، وهي قضية التوكل على الله سبحانه وتعالى. عبادة قلبية، عقيدة في الله سبحانه وتعالى، لابد أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال الله: وعلى الله فتوكلوا، كما ذكر ذلك القرآن الكريم. قضية التوكل وما يثار حولها من شبهات بالذات في ظل الأحداث دي، إن أنا آجي في ظل انتشار فيروس كورونا أسلم على الدكتور خالد وأبوسه وأحضنه وأقول: عم الشيخ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إن أنا الدكتور يقول لي: لا، أنت عندك أعراض برد، أقعد في البيت، اعزل نفسك، بلاش تمشي في الشارع. فأنا أقول: لا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أنا هنزل، لو ربنا عاوز لي أموت هموت. في ظل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم في بلد فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. الله يفتح عليك. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالأسباب. خلينا نتكلم شوية قبل ما نتطرق لهذه الشبهات الانتثار، إيه معنى التوكل؟ كيف حدثنا الله سبحانه وتعالى عن التوكل في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التوكل يا دكتور أحمد هو عبادة من أجل العبادة، وقربة من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى فريضة واجبة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه في غير ما موضع من كتاب، بل علق الإيمان به بقوله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
ولذلك الإمام أحمد محمد يقول التوكل عمل من أعمال القلب، عشان برضو نعم. نبسط للناس نقول يعني إيه عمل من أعمال القلب. عمل قلبي يعني مش محسوس، نعم، ليس شيئا ملموس لا أفعله بالجوارح يعني كالصلاة أو كالحج لكن أو هو الطواف منبعه أصلا من من القلب. القلب. نعم الأعمال، وده باب مهم جدا جدا، وهو باب السلوك إلى الله سبحانه وتعالى والسير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم السلوك، قلب السلوك، قد أفلح من زكاه. نعم. هذا التوكل باب من أبواب علم السلوك. نعم. توبة، الخوف، الرجاء، الإنابة، الشوق، المحبة، نعم، الأنس بالله، إلى غير ذلك، ومنها التوكل على الله سبحانه وتعالى. جميل. لكن السادة العلماء لما أرادوا أن يضبطوا التوكل، لأن بيحصل أحيانا خلط بين التوكل كما حدث عند بعض الفرق المنتسبة للإسلام بسبب غلوها في هذا الموضوع، صحيح، هي نحت جانب وأخذت بجانب آخر. نعم. يعني أخذت باب التوكل على الله سبحانه وتعالى وبعدين سابوا لنا باب الأخذ بالأسباب. نعم. فتعالى نعرف إيه هو نتعرف على الشقين. جميل. بتوع التوكل. نعم. بتوع التوكل على الله سبحانه وتعالى من حيث أنه إيمان ومن حيث الأسباب، حيث نعم. أنه طاعة، لأن السبب طاعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى إيمان. نعم. فعلماء اللغة قالوا هو إظهار العجز. نعم. والاعتماد على غيرك. أن تظهر عجزك في أمر وتعتمد على غيرك، هذا توكل. نعم. لكن لو أننا سحبنا هذا التعريف من أهل اللغة وجعلناه في جنب الله سبحانه وتعالى، نعم، أن تظهر عجزك لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، وأن تقف على عتبة باب ربك سبحانه وتعالى، نعم، متضرعا خاشعا منيبا إلى ربك سبحانه وتعالى، تقف على بابك زي ما بيقولوا كده وترمي حمولك على الله سبحانه، نعم، وتعالى، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، إذن أنت في مرتبة التوكل. نعم. لكن يلزمك مع هذا أن تأخذ بالأسباب. نعم. العلماء يقولوا يعني لهم تعريفات كثيرة جدا، نعم، في أمر التوكل. جميل. ممكن أن نخلص إلى هذا التعريف. نعم. هو التوكل أن يكون صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، أن تعتمد على ربك سبحانه وتعالى بصدق، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب محبوب، نعم، أو دفع مكروه. جميل. أن تصدق الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، قد نعم. يكون المحبوب ده مال، قد يكون رزق، قد يكون ولد، قد يكون أي شيء، بس كده صدق الاعتماد على الله بس؟ لا، مع أخذ الأسباب المأذون فيها شرعا من دون تعلق بها. مع الأخذ بالأسباب. مع الأخذ بالأسباب. المأذون بها دون تعلق بها. يعني حتى التعريف الذي وضعه العلماء بينص على أن ضرورة التوكل أخذ الأسباب. فيه ضرورة الأخذ بالأسباب. نعم. ضرورة الأخذ بالأسباب. يعني حضرتك ذكرت الفيروس كورونا. هل الوقت إحنا نقول مثلا زي ما سمعت كثير جدا بعض الناس يقول لك سيبها لله. إحنا متوكلين على الله. ونعم بالله. إحنا الحمد لله كويسين سيبها لله. توكلنا على الله وهكذا. لا. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالأخذ بالأسباب. نعم. ومنها التداوي. وكذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار المجزوم، وحضرتك ذكرت الحديث بتاع نعم. جزاك الله خيرا نعم. ان الانسان يلزم بيته. صحيح. لا مانع ابدا من ذلك، بل هذا هو الشق الاخر اللي هنتكلم عليه ان شاء الله ونوضحه نعم. بالنسبه للاخذ بالاسباب. اذا التوكل على الله له ثلاث محاور. نعم. اولا ان تصدق الله سبحانه وتعالى. نعم. ان تصدق الله سبحانه وتعالى في الاعتماد عليه. هذا رقم واحد. نعم. رقم اثنين ضروره الاخذ بالاسباب، ضروره الاخذ بالاسباب. ثالثا الا يتعلق قلبك بهذه الاسباب. لان شيخ الاسلام يقول ان التعلق، شيخ الاسلام ابن تيميه، ان التعلق بالاسباب شرك. وان اخذ التوكل على الله وحده نقص في العقل. نعم. اذا انت اخذت التوكل بس لوحده وما خدش بالاسباب ده نقص في العقل، ده خلل. نعم. لكن اذا انت اخذت التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا ايمان به. وإذا أنت مع التوكل على الله سبحانه وتعالى أخذت بالأسباب، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لربه، زي ما هنوضحه إن شاء الله. جميل جدا. نعم. هنا يا دكتور حضرتك قلت يعني كلام جميل جدا جدا، وهو إن أنا هاخد بالأسباب ولا أتعلق بالأسباب. نعم. وهذا ما نرد به على من يسمون أنفسهم بالتنويريين أو نعم. ببعض الملاحدة الذين يقولون أنتم تعلقون أنفسكم بالأسباب. نعم. بمعنى أنكم تعتمدون على الأسباب التي أخذتم بها، وهذا يعني طرفي نقيض. يعني تجد طرف عنده تواكل شديد جدا، عدم بالأخذ بالأسباب، وطرف تاني عنده أخذ بالأسباب رهيب جدا. يعني أنا خلاص طالما معايا الكحول أو المطهر أو المعقم ولبست الكمامة أنا خلاص كده ما فيش حاجة هتصيبني. لا أنت كده
نعم. كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر الله، وممكن تعمل ده كله حتى الصحة والمرض والموت بالضبط. كل شيء بقدر نعم. الله يعمل نعم. ده كله ويصاب يعني صحيح إذا قدر الله له ذلك، إذا قدر الله سبحانه وممكن ما ياخدش بالأسباب دي ويعافيه الله وقد يصاب، يعني يصاب. هذا قدر من الله سبحانه وتعالى نعم. قدر محض نعم. إذا لا تعارض أبدا بأننا أقول لحضرتك نعم. اطمئن، لا يصيبك الهلع والفزع، خليك على يقين في الله سبحانه وتعالى وعلق قلبك به وخذ بالأسباب الشرعية. طب دكتور كلمنا عن يعني هذا الأمر تحديد، ما هو هل يتعارض التوكل مع الأخذ بالأسباب، وكيف حدثنا القرآن وحدثتنا السنة النبوية المطهرة عن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ أولا يعني تتم لكلام حضرتك فضل. الإمام ابن القيم له كلام جميل أولا نعم. يقول إذا الإنسان توكل على الله لا يضره مباشرة الأخذ بالأسباب، جميل، مع عدم الركون إليها زي ما احنا قلنا نعم. والقرآن الكريم عندما تتأمل آيات القرآن الكريم نعم. تجد أن القرآن الكريم مشحون ومليء بآيات نعم. التوكل على الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا جدا آيات التوكل نعم. التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها صفة لأوليائه نعم. وصفة لأنبيائه والصالحين من عباده نعم. من السابقين ومن الأنبياء المرسلين أيضا. فالله سبحانه وتعالى مثلا لما حكى عن بني إسرائيل في قصة الجبارين نعم. ادخلوا القرية التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبار نعم. هنا الرجلان ماذا قالا في آخر الآية؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالب وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى علقه هنا، علق الإيمان بالله سبحانه وتعالى على التوكل، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم شرطية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعل الله سبحانه وتعالى التوكل في القرآن الكريم ميزة وصفة للصحابة نعم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نعم. بل خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة نعم. فقال قل هو الرحمن وآمنا به وعليه وأمره بها نعم. وعليه توكلنا نعم. وخاطبه في أكثر من موضع بهذه الصفة، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فتوكل على الله إنك على الحق المبين إلى غير ذلك من الآيات. حتى الرسل عموما لما حكى ربنا سبحانه وتعالى عنه قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا نعم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتم وعلى الله فليتوكل سبحان الله فليتوكل نعم. والآية اللي بعدها فليتوكل المؤمنون مرة نعم. والبعدها فعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم. فآيات التوكل كثيرة جدا، حتى الصحابة رضوان الله تعالى في غزوة حمراء الأسد لما جرح الصحابة رضوان الله تعالى نعم. عليهم وجرح النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه بأبي هو وأمي صلوات ربي وتسليماته عليه، فالصحابة بلغهم أن أبا سفيان يعد العدة هو والمشركون ليستأصلوا شأفة المسلمين نعم. قال ما صنعتم شيئا، يعني أسخنتم فيهم وفيهم الجراحات وكذا، فلو أنكم استأصلتموهم. فبلغ ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قالوا نعم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عليكم فاخشوهم نعم. الذين قد فزادهم إيمانا نعم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم. إذن تزداد، يعني هذه بشرى، يعني نزداد نعم. إيمان نعم. مع البلاءات مع الوباءات تزداد إيمان بالله سبحانه وتعالى. ما هذا الفيروس الخطير الذي لا ترى بالعين المجردة ويدخل كل الدول وكل المطار، لا ينتظر من أحد تأشير الدخول، لا ينتظر من أحد إخراج جواز سفر، لا ينتظر من أحد إخراج أوراق، بل يصيب الكبير والصغير الغني والفقير، لا يفرق بين صاحب منصب وآخر ليس بصاحب منصب. إيمان، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هل يتعارض التوكل مع الأخذ بالأسباب يا دكتور ولا لا؟ أنا يعني خلينا نقول مدخل صغير كده. تمام فضل. نعم. التوكل على الأخذ بالأسباب لا ينفك أبدا. جميل. على التوكل على الله. نعم. اتفق جميع العقلاء على ضرورة الأخذ بالأسباب. نعم. اتفق جميع العقلاء على ضرورة الأخذ بالأسباب. أنا بقرأ في كتاب بذل المعون في فضل الطاعون. نعم. للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الإمام الحافظ ابن حجر ذكر إن في طاعون دكتور أحمد وقع نعم. سنة 749 في بلاد الشام. سنة كام؟ 749. نعم. المفروض في الطاعون ان كل واحد يلزم بيته ولا يخرج ويكون في الاجراءات الوقائيه والاحترازيه نعم. الى غير ذلك من الامور اللي احنا بنسمعها من دون ومتابعها من الساده المسؤولين نعم. ففي هذه الاثناء خرج جماعه من الناس الى الصحراء، والحافظ ابن حجر ذكر ان دي بدعه لان ده يحدث في الاستسقاء فقط نعم، ويتضرعوا لله سبحانه وتعالى، وهنا اختلط الصحيح بالسقيم نعم. لما اختلط الصحيح بالسقيم حصلت المصيبه،
أصبح الناس يتدافنون، كثر فيهم الموت. وكذلك أيضا في طاعون سنة 833 ذكر أيضا أن بسبب اختلاط الناس وعدم محافظة الناس وإيراد المريض على المصح، أن سنة 833 حصلت نفس الواقعة، وقال أنا امتنعت عن الخروج. نعم. كلام ده ذكره في كتاب بذل المعون في فضل الطاعون. أنا امتنعت عن الخروج سنة 833، قال كنا بندفن في القاهرة 40 واحد فقط. لما اختلط الناس وخرجوا إلى الطرقات يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، لم يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم بلاء، لأنهم لم يأخذوا بالأسباب، خرجوا يجأرون الله سبحانه وتعالى. وهنا لما قال الحافظ ابن حجر فضل الطاعون، الدكتور ماذا كان يقصد؟ أين هو الفضل الذي يذكره هنا؟ هو لما ذكر فضل الطاعون، لا شك أن الطاعون بلاء أو هذه الأوبئة بلاء، لكن يقصد بفضل الطاعون في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحمة للمؤمنين. نعم. وفي أصل الطاعون كان عذابا أرسله الله سبحانه وتعالى على 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 الكافرين، وهو رحمة وبقي رحمة للمؤمنين. نعم. فهذه أيضا بشرة أخرى لأي أسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين أجمعين أجمعين، إنه ولي ذلك ومولاه وجميع المرضى في وجميع كل مكان في كل يا رب العالمين. اللهم آمين. أنا نتمنى شيء لأي إنسان. نعم. فمن هنا أخذ الحافظ ابن حجر فضل الطاعون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سيدنا معاذ تمنى أن يطعن، وصح ذلك عن معاذ رضي الله تعالى عنه، ومات في طعون عمواس الذي وقع سنة 18 من الهجرة في بلاد الشام. لكن دعني أقول هنا أقاطعك دكتور، فضل. لكن لا يصح لعبد، حتى لا يفهم المشاهد خطأ، أن لا يصح لعبد أن يتمنى البلاء، لا يصح له أن يتمنى البلاء، لكن معاذ رضي الله تعالى، لذلك هم خصصوه بمعاذ. أنا لن أتحدث عن معاذ بن جبل، لكن أنا أريد أن ألفت نظر المشاهد الكريم إلى أنه ليس معنى ذلك أنني أتمنى هذا البلاء. لا تتمنى البلاء طبعا، بل نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عنه أنه قال العباس، لما قال العباس بن عبد المطلب اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فشدد علي الآن، فقال له يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو، أصل ربنا كريم. نعم. نعم. وربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة، فقال سل الله العفو والعافية. نعم. مع أن يعافيك الله سبحانه وتعالى أسأله أيضا أن يعفو عنك. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولأمم الأرض كلها العفو والعافية، إنه رزق كرمه. فإحنا عايزين نقول يا دكتور أحمد، نعم، أن الأخذ بالأسباب سعي وطاعة أمر الله بها سبحانه وتعالى. طاعة. يعني أنا لما أدخل في تجمع أو أنزل الشغل وألبس الكمامة أو أخذ أسباب الوقاية أو أخذ الكحول أو أعقم إيدي بعد السلام أو قبل أو أبتعد أصلا عن السلام بالإيد أو المصافحة، هنا أخذ أجر. نعم. طاعة. يعني أنا أقصد كان أحد الكرام الأفاضل بيقول لي المصافحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بها أجر. نعم. فكنت أقول له وإن ابتعدت عنها استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. عندما أمر في الطاعون أخذت الأجر أيضا. هذا نعم. صحيح. تمام. نعم. الله يفتح عليك. نعم. لأن العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا السعي في الأسباب طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. والتوكل على الله إيمان به. نعم. وده كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب جامع العلوم الحكام، وكتاب الإمام ابن القيم في كتابه الماتع مدارج السالكين. نعم. طبعا ابن القيم أستاذ وطبيب القلوب في هذه المسائل. نعم. مسائل السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول إن ده السعي إلى الله سبحانه وتعالى طاعة. طب طاعة، طب إحنا جبنا طاعة دي منين؟ ربنا قال فامشوا في مناكبه. نعم. لا أنا مش همشي، أنا هقعد كده وهقول إن شاء الله أن الرزق هيجي لي ومش إذا الإسلام لم يعلم الناس البطالة. نعم. من البطالة. ما تقعدش في الجامع تدعي ربنا تستنى. لا أنت لازم تسعى. لا في أخذ. نعم. الأسباب. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نعم. فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. أمر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا أفانتشروا وخذوا حذركم. نعم. وفسعوا إلى غير ذلك من الأوامر الكثيرة جدا في القرآن وفي السنة النبوية المطهرة. نعم. إلى غير ذلك. هل ده معناه توكل؟ لا، ده من جملة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك يعني عالم من أعلام الصوفية اللي هو القشيري. نعم. يقول من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة. من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. نعم. إذن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله شيئان لا ينفكان. لا تكن أعجز من الطير. نعم. الطير. الطير. نعم. الذي يتوكل على الله حق توكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. نعم. قال لو أنكم تتوكلون على الحق أكن على الله. النبي صلى الله عليه وسلم صح التعبير أراد أن يشبهنا في التوكل بالطير. إن الطير أحسن توكل على الله سبحانه وتعالى منه. ولفت بالأسباب. ولفت لفتة جميلة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي جوامع الكلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال يا دكتور لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. تغدو.
الحركه ما عادتش في بيتها او في العيش او كارهة. لا لا ده لازم تاخد السبب. اخذ بسبب نعم. غدت ثم راحت صح كده؟ نعم. قال لو انكم تتوكلون، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحبان وغيره، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تعمل ايه الطير؟ لا تجلس في اوكارها ولا اعشاشها، وانما تنطلق بكورا الى الله سبحانه وتعالى تسعى على ارزقه. نعم. تاخده خماصا. نعم. وتروحه بطانه خماصا، يعني ما فيش اكل، حواصلها فاضيه. نعم. نعم. تاخده خماصا وتروحه ممتلئه. نعم. البطون. وهذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن جملة الأخذ حق التوكل. حق التوكل. هم جمعوا هنا بين التوكل الحقيقي الذي يعني استقر في القلب. أي نعم. وبين الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب. وهذا إجابة على سؤال الذي كنت أسأل فضيلتك. نعم. عنه، وهو هل يتعارض التوكل مع الأخذ بالأسباب ولا لا؟ لا يتعارض أبدا. إذا كان الإنسان معتمدا على الله سبحانه وتعالى وجعل الأسباب، يعتمد على رب الأرباب. نعم. ولا يعتمد على السبب، هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ، ما نقولش يعتمد. نعم. احنا بنقول ايه؟ يأخذ بهذا السبب. ولذلك احنا قلنا في التعريف هو الاعتماد اللي هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. نعم. فلما العلماء يقولوا اعتماد، يبقى اعتماد كلية على الله سبحانه وتعالى. وهنا نقول ايه؟ وفي المقابل في الأسباب نقول الأخذ بالأسباب. لكن يعني بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه وفد من اليمن. نعم. رضي الله تعالى عنه، ليس معهم زاد. قال من أنتم؟ نعم. قالوا نحن المتوكلون على الله. قال بل أنتم المتوكلون. المتوكل على الله هو الذي يغرس حبة في الأرض ويتوكل على الله. نعم. أنت ارمي البذرة وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك السنة النبوية مليئة ومشحونة بهذه. طب ما تكلمنا دكتور يعني هذا عن التعارض أو ما يوهمونه من تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب. كيف كانت مظاهر التوكل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يكرمك يا دكتور أحمد. الله. نعم. يعني حياة النبي عليه الصلاة والسلام عند المتأمل. نعم. يجد أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفك أبدا من. نعم. الأخذ بالأسباب. سبحان الله. في حربه وفي سلمه. نعم. وفي هجرته وفي دعوته، في كل شيء كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأخذ بالأسباب. وهو رسول الله. هو يعني رسول الله يجلس في بيته ويدعو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يستجيب له. إلا أنه ليعلم الأمة العقيدة الصحيحة. الله يفتح عليك. في الله سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. نعم. يعلم الأمة العقيدة الصحيحة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ماذا يصنع؟ لا يأخذ معه مثلا الزاد ولا متاع ولا شيء، ولا. نعم. توكلنا على الله. لا، كان يأخذ في سفره الزاد صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي قال أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في الهجرة متخفيا. أخذ بالأسباب. دخل الغار متخفيا. نعم. وهاجر سرا صلى الله عليه وسلم. وأمر في نفس الوقت دكتور يضرب بس العجيب، يعني متخفي أخذ بالأسباب. نعم. ويقول لأبي بكر الله يفتح عليك، لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين. ده بقى نقوله. نعم. إذا انقطعت الأسباب. نعم. وانقطعت الحيل وانقطعت الطرق. لم يعد لك إلا الله. أحيانا. نعم. الإنسان تنقطع به الأسباب وتنقطع به السبل. لا شيء أمامه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب. نعم. وتوكل على الله سبحانه وتعالى ليعلمنا صلى الله عليه وسلم. الله. وجلس في الغار وانقطع. قال لن نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. والأسباب عجيبة. يخرج في وقت الظهيرة ما فيش حد في الشارع. يخلي أسماء بنت أبي بكر تجيب الأكل عشان وله دليل الشراب. هو عبد الله بن أريقط. له دليل عبد الله بن أريقط. ويأتي بسيفه ودابته. أينا. يعني جاهز بكل الأسباب صلى. صحيح. الله عليه وسلم. ولذلك أقول لو تأملت حياة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتها كلها. أخذ بالأسباب. نعم. كان صلى الله عليه وسلم يحارب بالسيف صلى الله عليه وسلم، وكان يظاهر بين ذراعين في أحد. نعم. لبس ذراعين في أحد. كان يظاهر أن يقاتل بين ذراعين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بل وأمر وكان أشجع الناس. وكان أشجع الناس. نعم. كان علي بن أبي طالب يقول كان إذا حمل الوطيس. نعم. احتمينا برسول الله. احتمينا برسول الله. احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما حدث في غزوة حنين. نعم. ودعا الناس إليه صلى الله. بل قرأت برواية رواية عجيبة دكتور عن علي رضي الله عنه قال كان أشجع رجل فينا من يقاتل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. الله. أشجع الله واحد اللي يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بالأسباب مع توكل. أيوة. عجيب على الله سبحانه. وهذا ما نؤكد عليه مرارا خلال هذه الحلقة وغيرها من حلقات من مشايخنا وعلمائنا اللي بيؤكدوا عليه. خذ بالأسباب الشرعية الظاهرة وتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. لا تهمل الأسباب ولا تهمل التوكل. التوكل عقيدة لازم تكون ثابتة في قلبك، أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى دائما، وتأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لك. فلا تهمل الأسباب
ثم تقول انا متوكل على الله، هذا ما يسمونه بالتواكل. وهذا هو السؤال الذي اريد ان اساله فضيلتك دكتور. نعم. ايه معنى التواكل هنا؟ وما الفرق بينه وبين التوكل؟ التواكل هو طرح احد شقي التوكل على الله. نعم. هو ان تطرح الاخذ بالاسباب. لكن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعتمد على هذين الشقين. الشق الاول كما قلنا اللي هو التوكل على الله سبحانه وتعالى ايمان به. الثاني هو الاخذ بالاسباب. نعم. اما التوكل كما قال عمر بن الخطاب وفي صحيح البخاري الاثر اللي ذكرناه عمر بن الخطاب وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، شوف بقى الحكمه القرانيه والقران لم ينزل ينزل ازاي. ان ناسا من اهل اليمن كانوا يحجون ويسالون الناس ليس معهم زاد، اتوا الى مكه المكرمه وليس معهم زاد وكانوا يحجون. فنزل قول الله سبحانه وتعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. وهنا لفتة إيمانية. اللفتة الأولى أنه قال وتزودوا. إذا مطلق التزود وهذا أخذ من الأسباب أن تأخذ زادك في سفر وغير ذلك. فإن خير الزاد التقوى. نعم. والتقوى منها التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو من جملة تقوى الله سبحانه وتعالى. فكأنه جمع بين الأمرين، بين الأخذ بالأسباب. نعم. وبين التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. نعم. ولذلك عندنا حديث عمرو بن الضمري عند ابن حبان والترمذي وابن ماجه. نعم. وغيرهم أنه قال أن رجلا قال، مش هو العمر، لا، أن رجلا قال يا رسول الله أرسل الناقة أم أطلقها، يعني قال أرسل الناقة وأتوكل على الله أم أعقلها وأتوكل على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعقلها اربطها يا سيدي وتوكل على الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ ليس من تمام التوكل هنا ان تتركها تتركها في الشارع بعد كده تقول توكلت على الله. لا، لما يجي ياخدها اللص او السارق فتقول انا متوكل، انت بذلك تخالف ما امرك به الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام، عشان برضه نكمل الفكره. نعم. اتفضل. نعم. وده سبب واضح جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام خندق حول المدينه صلى الله عليه وسلم. حد يقدر يفسر لي الخندق ده ايه؟ ما هو الا اخذ بالاسباب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استشار اصحابه. نعم. ماذا نفعل؟ فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذه الفكرة. نعم. أنه كان بيجدها عندهم في بلاد فارس، فخندق النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة. نعم. والمسلمون في هذه الفترة من يعني فترة عصيبة جدا جدا، فترة الأحزاب ديت. نعم. أيام الأحزاب إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم. نعم. وإزاغت الأبصار وبلغت لكن لما أخذوا بالأسباب وانقطعت تلك الأسباب وما سمت سبب، ما فيش أسباب. ولن يكون فيروس كورونا جزء من ألف جزء من ما حدث في هذه الغزوة، ما تقول لا زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر. نعم. ويأتي الفرج من الله. أي نعم. حتى نعم. إن أحدهم كان، حتى المنافقين كان يقول يعدون محمد كنوز كسرى وقيصر وإن أحدنا لا يستطيع أن يأتي الغائط. نعم. فالله عز وجل قال فأرسلنا عليهم ريحا. نعم. وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون إذ جاءوكم من فوقكم. نعم. وأسفل منكم مذوان. هنا وزلزل زلزالا شديدا الى اخر الايات التي ذكر. نعم. الله سبحانه وتعالى. بل امر النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على دعوته، امر اصحابه الدعوه الوليده، امر اصحابه صلى الله عليه واله وسلم ان ينطلقوا الى النجاشي في هجرتين وليست هجره واحده. نعم. ثم هاجر هو صلى الله عليه وسلم الى مكه حفاظا على هذه الدعوه وتنميه وتوسيعا لهذه الدعوه. قال ان هذا الملك لا يظلم عنده احد كما هو مبسوط عند اهل السير. وهاجر الصحابه رضوان الله تعالى عليهم بهجرتين الى الحبشه. نعم. ثم عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم في سنه 8 من الهجره. تمام جدا. اذا دكتور خلينا نقول هذا عن يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. سؤال اخير خلينا نختم به، وهو في ظل هذا الهلع والفزع الذي اصاب الكثير من الناس. نعم. في ظل هذا الهلع الذي اصاب حتى بعض فقراء الناس من عاملي اليومية وممن انقطعت بهم السبل في الحقيقة وظلوا في بيوتهم خوفا من هذه الأمراض وغيرها، ماذا تقول لهم؟ أولا أحيانا الإنسان تنقطع به فعلا زي ما حضرتك قلت الأسباب. نعم. والسبل وما ثمة شيء عند الإنسان إلا أن يتوكل على الله سبحانه. عندما تنقطع بك الأسباب، احنا بنقول الأصل أن تأخذ بالأسباب. لكن انقطعت به الأسباب وانقطعت به السبل. يعني مثلا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فر ببني إسرائيل. نعم. إن صح التعبير، وخرج إلى البحر. نعم. فقال له أصحابه البحر أمامنا وفرعونه
من خلفنا. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب فعلا وخرج ببني إسرائيل سرا، خلاص كده، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. بعدين لما ضرب البحر قال واترك البحر رهوا، أي على حاله، سيب البحر زي ما هو على حال، خلاص أنت البحر له مهمة سيؤدي هذه المهمة، جندي من جند الله، جندي من جند الله، زي هذا الفيروس، زي هذا الفيروس، جندي من جند يحركه الله سبحانه وتعالى. نعم. واترك البحر وإنهم جند مغرقون. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ نعم. قال إنا لمدركون. خلاص اتمسكنا خلاص، انقطعت الأسباب كما انقطعت بنبينا عليه الصلاة والسلام في الغار الأسباب. نعم. هنا يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ويأتي التيسير من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. قال إن قال كلا إن معي ربي سيهدي. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وانقطعت به الحيل وانقطعت به الأسباب قال حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. حسبنا الله. نعم. كما قال ابن عباس قالها إبراهيم لما ألقي في النار في صحيح البخاري. وقال أصحاب محمد لما قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم. إحنا نحب نرسل رسالة طمأنة إلى الناس. نعم. ونقول لهم إن الله سبحانه وتعالى مطلع وسميع وعليم، وكل هذا الأمر يجري تحت سمع وبصر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، وأن يثق بربه سبحانه وتعالى متوكلا ضارعا معتمدا عليه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن اللهم أمين. وأن يكشف هذا البلاء عن ديار أهل الإسلام وعن كل الناس عموما. نعم. إنه ولي ذلك أمره. اللهم امين. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، هكذا قص القران الكريم حكايه عن انبياء الله عليهم الصلاه والسلام هذه العقيده الراسخه في التوكل على الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقه لا زلت اؤكد ولا زلنا نؤكد على ما بدانا به من ترسيخ لمعنى تعليق القلب برب الارباب سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الفيروس والذي خلق كل هذا الكون، وهو الذي أصرفه كيف يشاء، هو الذي يملك الضر والنفع سبحانه وتعالى. علق قلبك به، أكثر من الدعاء بين يديه، لا تجعل هناك، لا تجعل فرق بين التوكل والأخذ بالأسباب، خذ بأسباب الوقاية الشرعية التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية والسادة الأطباء والدكاترة والمتخصصين، خذ بالأسباب وعلق قلبك بالله وخلي توكلك على الله سبحانه وتعالى، لا تجعل الهلع والفزع يصيبك أبدا طالما أنك متوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. كل الشكر والتقدير، كل الشكر للدكتور خالد عبد المنعم مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، شكرا جزيلا دكتور خالد. شكرا لحضرتك يا دكتور أحمد، وشكرا على هذه الإضافة. نحن الذين شرفنا بك وأنت الذي أضفت إلينا. جزاك الله خيرا أستاذ، من أدبك وذوقك. شكرا. الله يكرمك. جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى نجعل هذه الكلمات في موازين حسنات. نولي ذلك أمرنا. اللهم كل الشكر دكتور خالد. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج تنوير بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.